5 عقود لم تكن كافية ليحصل كامل محمد وعائلته على كامل حقوقهم باعتبارهم لاجئين، فهم من أبناء غزة، وذلك وحده كاف ليحرمهم من حقوق كثيرة يتمتع بها لاجئون فلسطينيون من مناطق أخرى. أجبرت أسيل على الالتحاق بجامعة خاصة تكاليفها تفوق قدرة العائلة رغم تحصيلها العالي في الثانوية العامة. اضطريت أنه أقدم لجامعة خاصة وبعد عناء طويل طبعاً، والجامعة الخاصة طبعاً أنتم عارفين أو الكل عارف أنه قديش تكاليفها كبيرة وعالية، وبما أني من أبناء قطاع غزة لسه راح أعاني لقدام بعد فرص العمل أو بعد ما أتخرج وإلى آخره. حال ينطبق على ما يزيد على 100,000 لاجئ من أبناء غزة لا ينافسون نظرائهم على مقاعد الجامعات الحكومية، وفي حال دخولهم إليها يعاملون معاملة الوافدين الأجانب برسوم مضاعفة تدفع بالدولار الأمريكي. ليسوا كغيرهم من اللاجئين في الأردن هنا بمخيم جرش أو ما يعرف بمخيم غزة، استثناء أبناء غزة من حقوق يتمتع بها بقية اللاجئين يقف حجر عثرة أمام أحلامهم بالتعليم والمنافسة على فرصة عمل. مخيم آخر من أصل 13 مخيما في الأردن خصصت للاجئين فلسطينيين يحملون جنسيات أردنية ولهم حقوق مواطنة كاملة، رغم ذلك فهم ينافسون أبناء المخيمات بمن فيهم أبناء غزة على 350 مقعد جامعي تمنحها وزارة التعليم العالي سنويا. يتم توزيع 350 مقعد على المخيمات وفقا لنسبة عدد المتقدمين من كل مخيم، وتقوم دائرة الشؤون الفلسطينية بالتأكد من انطباق الشروط على الطلبة. هذا القبول للطلبة يشمل جميع الطلبة المقيمين في المخيمات سواء كان الطالب حاصل على رقم وطني أردني أو لا، بما فيهم طلبة أبناء قطاع غزة. حقوقيون وبرلمانيون يحاولون إحداث تغيير لواقع أبناء غزة، يسعون إلى أن يعاملوا كغيرهم في ميداني التعليم والصحة على الأقل في ظل الأوضاع المعيشية التي تزداد تعقيدا وصعوبة. هدي النماس، العربي، عمان.